الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات سديتن يلبا لا آيات سلاشن يأفر من سورة الأنعام. نبي الله إبراهيم ويلا الضوذين قوم كيسي ويلا الضوذين ويلا مرمين مركا وحيا بيكو إلهي وحكم إذا يادن كي يابينين إني إلهيوه قدقنا إيان oo ku dilaan oo ku wajahsan miyadan ka yaabayne markaa wuxuu ka baqay maayo waxa aad idinku Alla u sharigeyeen sideen uga baqay idinka laftiini mushrikiinta aha ee ciqaabtu diyaarka idin ay hadayda baqayne seenan u baqibuu marka labada qolo qolada Alla caabida fariiqa Alla caabido muwahidiinta iyo fariiqa mushrikiinta amniga ku haboon amni marka waxa ku haboon alladiina aamanu wa sidaas weey الذين كوا آمنوا مؤمنوا بي ولم يلبسوا أن كخلد إيمانهم إيمان كود بظلم الشرك أن كخلد أولئك كوا النعاسة لهم وحوها للأمن آمن ما أوهاتين بدقليو وهم يبون مهتدون ويهنسيهم لبدا قول قولها مشركين تي قولها موحدين تا أمن وحو أصغنا ذي موحدين تي أصغنا ذي كوا إيمان كود خالص هاي آيات المركي تبيد saxaabadu way aad bay u la yaabo ka naxeen waxay leeyahay ya rasuulullah abu bakr sidiiq waydi wax qofka aan dulmi sameeynin ee naga mid ahaa ka leysa kama tadunnun saadu malaynisan ma aha adonki ilaahi bal qawlkiisa inna shirka la dhulmun adheem marka dulmiga la sheegayo ee iimaanka hadii lagu khaldo waxba iska yahay waa shirki laakin dambiyada kale waxa lagu dhaasi buu nabigu qofka muuminka dhibaatooyinka la soo gudbanaada xataa qodaxda mudda dunuubkiisa oo dhan baa lagu dhaafayaa qofka muuminka Alla raalliga ka yahay wax dambi ahba ma leba dambigii ka dhacana dhibaatooyinkan adduunka ka jira lagu dhaafayaa way alladiina kuwa aamanuu mu'minuu bay sida nabiyullaahi ibraahim oo kale awalam yalbisuu aan ku khaldin ku dhexdarin iimaanuhu iimaankooda bidulmi shirki ku dhexdarin iimaanku khaalis yahay ulaa'ika kuwa allahum waxa uu sugnaaday al-amn aaminnimo nabadgelyo ومن يقول مهتدون ويهان سيهم ماشا مسألة دينا لبدا وحاوية إيمان كينا إنينا شركة قدر هورتا شركة لفتي سواء إنام برانوه سي إيمان كا قادة نخل الشركة قد قراني سواء نكوسو قلين الشرك أخفى من دبيب النمل على الصخرة في الظلمة قرآن شير وصلح أن حشيش لها يندل سعطة ومقدئة شركة كسو هوس قلبا وحادة شركة بأمليني باقبون خلين وأين هذا الدلالة ما داول وتلك تاسي حجتنا حجة يدي وهي آتيناها أن نصيني أن بري وأفقلني إبراهيم إبراهيم على قومه تلكي وكذلك حجة لي نرفع وانكري الله درجات إلى درجات لبد درجوين من نشاء وقفك الدونه من تا مفعولك هراء من نشاء ذو ومفعولك هراء درجات توحيدا منصوب بالنزع الخافض وحلي داول تلك تاس والنبي إبراهيم كجر هلا يقوم كيسي وكجر هلا إلا يعني لبدينا متكيح أمني كوا نكسب وجريه حجتنا ضد يدي وهي أما الدليل وهي حجة يدي وهي آتيناها أنصينا نؤفقلين إبراهيم على قومه تلكنا وكجر حجة هلا نرفع وكري اللابو الله يري درجات إلى درجات درجوين صار من نشا وقف كان دونه إن ربك ربك حكيم كفل ونكسب وهي عليم oo ugu wax walba subhanahu wa ta'ala marka hadii la isu dhaafayna waa qiraa darajati man nashaa marka waxay noqonun qofkan doono darajadiisa kor yeelay noqon marka darajatu kuma ka mafcuul caadi ay noqon oo rafcigu darajadu ku dhaxdi la isu dhaafayo darajadu mafcuul caadi ay noqon narfacu waxan kor yeela darajati man nashaa qofkan doono darajadiisa marka mafcuulki caadiga ah waa darajat diisa sidan la yiraahdo darajanti samasub min al-khafid wa hayyahin حوي ومسامحة من نشاهد مفعول في نبتها ووهبنا وانسيني له إبراهيم إسحاق ويعقوب كلا دمان إبراهيم إسحاق ويعقوب هدينا وانهنون النبو ألي سبحانه وتعالى والنوح النوح هدينا وانهنون النبو من قبل هريبا نوحنون وددي حق أهي وقفت نبو ألي ليهي نبو لي إبراهيم عراق مركو كهي جلودي ألا درتي وقهي جلودي أو فلسطين تغي دولك يعني أرض كنعان تغي isagoon arruur lahayn oo nin weyn oo odaya isagii gabadhii saarrahayd la socotay ya nabi ilaah loodu adeeru ahaa markay halkaa u tagay Alla wuxuu ugu abaalmariyay
ويلدي تسي أو قبدي سارة سارة أهيد أول لين بايس حق دالس وحوي قبدي هاجرة إنه غير مسرنا وحيد دالس إسماعيل بيد دالس إسماعيل بكوينا صدق هي طبعا سنة مالها يكوينا مركة تاريخ تحرم كا إسماعيل بكوش وقول له الله وحكوا أبا المريق وحوتي بقدنتي وخبق ودينتي سلب بغدي إنه هنونيو وعروسي وهبنا وانسين له إبراهيم إسحاق باسين إسحاق دلعي ويعقوب نوانسين نافلة يعقوب وويل كويل كيسي كل دمان أنبياء داس إسحاق شيء هدينا وان هنونيو الله حق بان كرهنيه وذا النبي ميرم بالله قال لي ونوح نوح من هدينا وان هنونيو الله يدي من قبل هريبا نهانونيو ومن ذريته إبراهيم ذريتي سنة وحان كهانون الناي أما من ذريتي ذريتي سحالة كمده وحان هانون الناي داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون يان هانون الناي كذلك السداس نبي إبراهيم يدكو للي لو أبا المريء وخيرات ميران وقر لغي يعني نجزي أو أبا المرنة المحسنين وحسما فلاعدن ومن ذريتي ذا ضمير كاكوشرة علم دقار نوح باللو علم بيلادين وحيطاكة تحراعيان أمياد ميشن لغو شيغي دونا يونس يالوت يعني ذرية إبراهيم كميدة هاي انت كلاوا ذرية إبراهيم يونس يالوت با كميدة ومركم ذرية النوح باي سيوك ليو النوح ذرية سوحا كميدة سياقنا إبراهيم با لغا هاليا النوح واح لغو صور نحضر إبراهيم با لغا هالي ولبدا قارنا وحي ليهين ضميركو وحو نقونا يا إبراهيم و يونس يالوتنا يعني ذرية سما نقونا اللوتنا أدير بو إياهي وذرية سيكار ذريه ددك سري ددك هوس به ذريه ولايا ددك قفكو ودلاي كو هوسيا يكو اسغا دلاي وا تفير ان الى هاوي ذريه لمده ما لو استعمالا وكا وها اوغو هبون ان ضميرك ابراهيم لو عليا يونس يا لو دي ان سيوبا غلين ذريه ديس الى 18 مغعبا ميشن لو شيغي دونا ومي ذريه ابراهيم ذريه ديس حاله اي كميد يهين هدينا داوودان هانوننني اي و سليمان اي و ايوب اي و يوسف اي و موسى اي و هارون كذلك السداس نبي إبراهيم يدري يدي سلو أبا المريي يعني نجدي أبا المرينة المحسنين هو محسنين تو ألا عابدي مركا قف ولو بمحسنين لأن لغته اسكد بي معناه كاللغان تاي الله وحليه وزكريا نوان هنون الني ويحيى بان هنون الني وعيسى وإلياس إلياس بان هنون الني إلياس مركا وحسو قال عيس بن إسحاق بسو قال يعقوب بن إسحاق مسو قال عيس بن إسحاق بن إلياس سو قال marka waxa la leeyahay qoliyaha waxay leeyahay Ilyas kani waxa weeye waa Idris laakin ma aha Ilyas sidiisa ku daawani kullun dhamaantood intano dhali mina saalihiina dadka waa wanaagsan bay kamid yihiin ambeela magacooda waxa la inoogu sheegaya inaynu ku dayna la raba jeclaano rumayno wadadoodi aynu maraali inoogu sheegina wa Zakariya baan hanuuninay iyo wa Yahya oo wiilkiisi ah iyo wa Ciisa iyo wa Ilyas Ciisana marka dhuriyada Ibraahim ma kamid ba هو ويل قبر الدشي مرك ويل كقبر الدشي تريد كمدي هاي علما قاربا ماشي وحيد هاد قفكو يلا هاد قرابة إذا أقدر دار مي وحى أما قرابة إذا وحى له ويل كقبر الدشي وسوق لي لكن علما وحى أبدا تاعي ويل كقبر الدشي مسوق لي كل دمانته أنبياء الله صار شيء من الصالحين ذكر ومنها ثم بيكمديهم ويسمع إلى نوان حنون النبي يوال يسع نبغى يسع ليلا يوينوس يوالوطن intaana waan hanuuninay buu allayri wa kullu dhamaantood waxaanu dhanba isku daro fadlna waan dheerisiina waan sharaf siina waan fadli siina ala alamina khalqiga waqtigooda aha way ka wada fadli badnaayeen maxay leeyahay waa anbiyaar rusul weeyaan fadli meeshi ugu dambeysay bay ka taagan yihiin cid waqtigoodii ahayd oo la fadliyeen ma jiro inagana waxa la inoogu soo badhigay inaynu rumayno taariikhdooda ogaano isla markaana allah fadlay wadadii uu allah ku fadlay aynu kaga dayno والنبي الله محمد نوشر حيث صلى الله عليه وسلم الله وحليه وإسماعيلنا وحوي يوان هانون الني يوليسع يويونس يولودنا إعرابها أي نمري وكل قدوان هانون الني هو سائس تقع عرفنا إعرابها سأقونا سن إعراب لا إعراب وكل لما فضلنا وفضل سينا يقول لي ديري بان سينا يشرف على العالمين خلقه يكفض بنينهم ومن آبائهم أبا يوغو قيب كمدنا وان هانون يقول لي iyo dhuriyatihim arruurtoodi qayb kamid oo kuwa meesha lagu sheegaanahayn iyo ikhwaanihim walaalahood qayb kamidana waan hanuuninay wajtabaynaahum waan dooranay kulligood wahadaynaahum waxaan ku hanuuninay kulligood ila siraadi jid mustaqiman oo toosan min ta tabciildiya la yidhaahdaayo kee ambiyada aabayowgood oo dhani ma wada hanuunsanayn ibraahim oo kale aabihii aazar ma hanuunsanayn
وكديدي هانوكي بركة تبعيدية داس من تبعيدية دا واسمي بي محادة غار كيدي لهدين ومن آبائهم بعض آبائهم أبيوغوت غار كود نوان هانوني وذرياتهم عروض طوضة قيب كميدة نوان هانوني قيب دو هانوكي دي دي باتي راه سيدويل كينا نبي نوحا هاو كالي أو دي دي أو يدو بورتا سانفولي ساوي إلى جبل يعصمني من الماء يري وإخوانهم ولا لهوت قيب كميدة الله وان هانوني نبو ليهي وتبين أموان دورنا خلص صافي استبي هو صافي بان كان دغني وا حلوي وا صوخو لنيوي ا وها لو صوخو شي هنونكا لو صوخو شي يا نبي نمدا يا رسول نمدا وتبيناهم وهديناهم وحن كو هنونن كلغود الى صراط جد مستقيم وتوسل ذلك هنونكاس انبياداس لمريي خد الله الله هنونكي سوي وا طريقته هنونكا لشيغي هديتي وحو كو هنونيا ودادا مريا به هنونكا من يشاء وقفك دون من عبادي أدوميسا كميدا أنبياء ذا لغسو شكي ملاه واسدي دي يطبان وددا أي مرين هنونك ألوا وددا قولا داسي مرين هنونك لو ملك لك إيمان ياي مجراي وكاو أنبياء ذا هنونك وددا أنبياء ذا نواشكو ذا الدين وحق التوحيد كي يردنع حق يعني فروع ذا ويكوك لدوانان يانو دي ظروف تجيرتا ياك لدوويسا إيا منطقة لتشوغي يقولك لتشوغو يوقتك اللي تشوغاك لدويس لكن حق عقيدة يتوحيد في الدنعة كل واش هو الدين أمبيادو النبي وكيله نحن أولاد علات ديننا واحد أولاد علات وحالينا عرورت اسكو أبها وكله يدا فأولاد علات لينا أمبيادو مركوا سداس الدين تودوا هالمدا فروع لا أيرك لدواني الشروع ده ذلك هنوك أمبيادا والله أحلي الله أضاري خد الله الله هنوك سويان يهدي وحقوها أن يمن يشاء وقفه الدونه ومن عبادي أدومه سكمده ولو أشركوا أنبياء خلص كي يهدي شريك يلي لهايين مبرد عدائه لحبيد دو بربور لها عنه حقوها ما شيء كانوا هي يعملون كو عمل فلاي لو دو حوي وامتناع بالليلة لو امتناع مركز شرد قيادو إنو نرد علبة أبداً تاهي حرف امتناع الامتناع شرد قيادو مركز مدعوه وحيابها يعني قريب كوهن لعبة الله استعمالها انت بدن هدي شرك الله إمن لها ينكبس وقاده عمل وكبر بلا ما كان بيني ماذا لو ما دلقاتين يبا خل او نو عاسا داي وحبي اسلام الله لو ما دلقاتين marka macnaha dadka loo sheegay jabay iyo qofki waxbi isaho lagu dulqaadan ma yeeyo ogowey walaa waxa ku haday shariig yeeli lahayn la xabida waxa burburi laha anu xaqooda waxa ka burburi laha ma sheegi kaano ay amaluna ku amal salaah ulaaika kuwas laga soo sheekeyay alladina kuwa yaatinaahum ansina alkitaba kutuban sinay asha waxa weeye waa jinsiya weeyaan kutuban sinay يو الحكمة حكمة أما فهم فهم يا عقل ما سيني والنبوة النبي ما سيني يقول الله سبحانه وتعالى أنبياء مركا نوع عاسا بل يجعل كور هيبا للي هيهم إلا شني لبعث النبي بعلو قصة القرآن الكريم كأنبياء ذوي فربناين أولئك قوة سل صو أما أنا يشرفت له الذين قوة يأتيناهم أنسين الكتاب كتبت أنسين والحكمة حكمة أنسين وعلم يفهم يا عقل ما سيني والنبوة النبي النمو إلا ما شاهدان عقل الشوقين كتابك اللي فهم ماي وإن عقل الله لا قفكها دو الدقن يهي أو وحما كرتي يهي ما فهم أي قرآن كا إيو كتبة ما فهم أيو عقل علمي لو حيسويهين سيدا إشي النور كوكالي بالمثل إشو هداني نور هيلين وحقيمة بدن إشو هداني نور هيلين وحبارك ميسا عقل هنا هدانو علم هيلين صافي قرية قيمة ملها فإن يكفر هداي كالغالبان بها كتبتي إيا حكمتي يا النبي النمدي هذه كجالو من هؤلاء كوا فقد وكلنا وحان وكالنا أن كو أمري بها باستحقاقها ما ملد هذه وبرعايتها إلى لين تادي يقدقن كذا قوم قوم ليسوا أنا هين بكافرين كوا كجالو بها آياتها كجالو يا كتبها كجالو ما كنت روا معترض به أولئك الذين هدى الله داسي أنبياء يهرا يكون قنيسا أنت وحوي النبي الله محمد بل الله اليوم sharci ganaad keentay iyo kitaabka quraanka kariimka kuwa kula jooga oo reer quraysh ah haday ka gaaloobaan kuwa aan ka gaaloobaynin baan allah amar ku siiyo fahamsiyay u leeyahay kuwa fahamsiyay waxa lagu tilmaamay inay kuwaasi muslimiintii ay hordhac u ahaayeen xeer ansaareed ay hordhac ay alladina tabawu udara wal iman min qabl inta la soo hijroon iimaanka ba horay ka qaatay quraysh markay nabi ilaah muhammad ka diiday badankee kuwa sa qaatay iyo nabigiiba aanu iimanin فيقاتل من دعاء من سوء حجي من ذي كعبة جميدة أن مركب مسلمين هم بعد نبي الله كل من إسلام كم يقاتل وكل نبي مدينة تجي قوس في المدينة هذا أن إسلام تقيب كم يدها هين كم تشري كوا ساقاتل مركب
إن يكفر هذي كجالوبان بها كتبتي آياته فقد وكلنا وحان أوكالنا يقول أولي بني بها برعايتها آياتها إلى الانتوذة وباستحقاقها مضشدين قوم قوم اللي سوء آنهي بكافرين هو كجالوبان بها ويهرقلوا يهين أنصار رسول الله أيهرقلوا يهين أولئك قوة أنبيده فرهبنا الذين قوة ويهداه هدى الله ألا هنوني فبهداهم هنون قوضة اقتده كده مفسرين تقاد بالي آيات الله افتاده فنيكتر بها هؤلاء فقد وكلا بها قوم كالله وكاشي وأنبياد قاد بالي وإن اسكوه ذا حدام بيدوني انت هري انت دمي لكن وحا أغفي عن إن ليلة انت هو معترض وحاولي انت هرا اسكو حدام آتينهم الكتاب والحكم والنبوة إيو الذين هدى الله فبهداه مقتدي وأنبياد انت لحدي هنا قلت يبال الله اللي يا نبي قال لك شوكته الله حليه أولئك قواسي أنبياد أهل الذين كوي هدى الله ألا هنوني فبهداهم هنون قوضا اقتده قد يو هنون قوضا قد يو ونبي قال دي وديم تود بواس كميدة قد يو هنون قوضا سيقودك ميين ويقفاك فين ايين سيدا أبنية البلليه أباها إبراهيم وقال قلوا حاتي راه دا لا أسألكم إذن ويدين مالي عليه على القرآن أما على تبليغ الرسالة رسالة دي القرآن كقال سينتي سيشرحي دي سأجرا وخرس إذن ويدين مالي وحبين أنه إذن كمرهب إن أجري إلا على الله قل وحاد كتلا لا أسألكم إذن ويدين ما يعليه على التبليغ رسالة قال سينتا أجرا وخرس إذن كمرهب إن هو ما هو ما أها قرآنك إلا ذكاوان موياني للعالمين خلق والنبوان يهي وعلي يهي marka hadii amar bal lagu siiyo nabi ilaah maxamed ay waajib ku tahay inuu dadka gaarsiiyo haday waajib ku tahay wax ajri oo xaq la anahayn kama rab isagu jeedadiisu waa inuu dadka gaarsiiyo wuxuuna jecel yahay in la soo raaco in huwa ma huwa quraanku ma haa illa dhikra wa'di iyo waanin mooyaan lil aalamiina khalqiga wax garanay wama qaddarullah allama anay weynaynin ma azamullah allama xurmaynin haqa qadrihi عظمتي سمضنان تالي ألا ما بحرمينين إذ وقت قالوا أي لهذين ما أنزل الله ألا ما السود جنين على بشر قف بني آدم من شيء شينكم السود جنين ما كي لهذين ألا ما حرمين وإلهي ذاتك بأمد جن وحجدي وكم أقوم بين إلهي ذاتك بأمد شيئين مركا بلا شبوع عقابي إلهي هو حرمتي سويك ويكذب لعان وحالي لن من يهود أوي من نبي أوه إلا إلى هذا مالك بن الصيف ونن عالمها آدن أبورها قال نبيك أو إيمانية وكذا وحو نبيك كجري إلهي موسى كسود جي توريد بانكو قد داريه توريد مفارك إنو ألا أعلي سيها عالم قولة أو بوران إنو أعلي سيها بركا سوحاناقي بركا سوحو ما أنزل الله على بشر من شيء حتى موسى بيراني يهودي كليل لكو وروق ابن موسى بركا وحوية حجين واتن لقو حجين أيو لليه ما حتى موسى واكسيدا وان بركا يدو ساسيه marka qof kasto oo Alla xurmadiisiyo sharaftiisa meel kaga dhacana kaan buu lama noqonaya wama qaddarullaaha alla ma anay weynaynin yaani ma azamullaaha haqa azama fi wajh ma qaddarullaaha alla ma xurmaynin haqa qadrihi sharaftiisa mudnaanteen id waqti qaaluu ay ilaahdeen ma anzalallaahu alla maddajina ala basharin qof bani aadama min shayna bikum maddajinin baydaan wahda ilaahi marka dadka miyuu dulmeeyay aduuna bashar wax buu miyuu dadka waxba u ardaynin intu aburigu iska siidaayay qul waxaad ku tilaabaa layri nimanka siidaayay man ahad kaba anzala alkitaba kitab kadajiy alladhi kitab fi jaa ulayhi bihi kitabka muusa muusa ulayhi nuran halu nur yahay wuhudan halu hanu yahay linaasi dadka u hanu yahay taj'alunahu adiyalisan kitabka qaraadisa haashiya dhexdood yaani si qaraadisa taj'alunahu kitabadiisa quraanka lafdigiisi كتابك اللفظي قرانيسا في قرانيسا قرناسات كقريسا ورقضه تبدونها قيب الظاهرين لسان وتخفون قيب الظاهرين لسان وتخفون أتقرين لسان كثير نمبر كتاب كبير تي قيب غيبيين يستفاد النبي الله محمد يوحي تاريخها أحكام فربدنه أي كل رقم كريوين بيكساري ويكالا قرقرين ميلي كوكالا قرقرين كتاب كانت كالا قيبسين انت قرناسا كوكالا قرتين كراسد بميل لأدين وقيمتي أغفي عنيد وصفاتي النبي الله محمد آت قريسين يحكامتي إذنكو آت نعدين وضن السخدين كايا كيني بادي حتى نحن ألا كسودتي يهودي مركة كما هل ذكرته مرده كران مسلق مسودتي ويآمن سيهن النبي الله مسلق مسودتي نكاسا سحناقي وحكيرسي وحبابا ألا بشركم مسودتي نبو مركو حناقي ونبي كو عديي سيدي واه
قل وحاتنا من أحد كيبا أنزل سودة جهي الكتاب كتاب الذي كتاب في جاء أولي به كتاب موسى موسى أولي من وطورا لها نورا حالو نور يهي افتين وددك ويهي وهدى هنون يهي طريقه وناسا للناس الددك تجعلونه الكتاب كي يليسان قرار ليس في قرار ليس قرار ليس قرار ليس دي يليسان كقريسان أما الكتاب كلفتي سبي قيب قيب كدقيان تبدونها الظاهرين يسان قيب كمدا وتخفون القرين يسان كثيرا انبدا أوحي صفات النبي الله محمد يحكامتها وعلمتم لإذن بري ما شيء لم تعلموا أيدان أغين أنتم إذنك ولا أباؤكم أبيوك انتون أغين وحال إذن بري سمدا خبر كذي بال إذن بري والله بال إذن كشيكي وطريق جدتك إذن كهريي بال إذن بري وددك إذن كدن بي حالته هذه وقيبكم إذن لإذن شيء وحيدان إذنك يابين تون أقونين بال إذن بري أركا يسود تيالي والشيء الذي معكوا جوابا يا واقف وعلمتم حال إذن بري ما شيء لم تعلموا أيدان أغين أنتم إذنك ولا أباؤكم تاريخ ذاتك هو رأي يدو أحد لنبا إيا قيامة يوحن ونبا لذين شيء قل وحاتي لا الله الله أنزله الله بس ودك يد بالي جواب تدي وحكا لما هذا يقول جواب وين الله بس ودك يد هذا المتشوق ما شاس ثم لهم إسكاقات تقبالي لمركة جوابتا عطسي صو فرها كقار في خوضهم بعض الخوضاء اللنبادين بعض اللنبشد وضا فرها وقار يلعبونها عياران أما حالا عياريان يعني دين تودي بعيار عياري الليلي وحن معنا لهين بيك سور دغيان marka fi khawdim yalabuna wan kala qaadnay qol yaa waxay ku tacallujin kara dadhum yalabuna fi khawdim oo fi khawdim ta yalabuna dambe ye ku tacallujinaya sidana ka fiican hore thumma darhum iskaga tago faraha ta qaad fi khawdim dumbashadooda muxurtooda ku jireen ay baadirka muxursayni yalabuna ha ciyaareen faraha ka qaad din din ciyaar ha samaysteen wahaad tawradi wata wahaada kan adiga ku hor yaala كتاب كتاب وهي أنزلناه عند جنود الله سبحانه وتعالى كتاب كاسو مبارك بركيسان وخير بدن مبارك وخير بدن يهي مصدق الذي كيف رمينا بين الدهورتي ساها وحال لوحي دينها وكهر ريسيبه رمينا يعني لنعي بدن بكر رمينا حكم كي شيغي ينواء شيغي صفات النبي الله محمد كواسي شيغي ينا النبي الله محمد باكو يمن وحاوي مصدق ولتنذرة ولتنذرة وحيكو عطفانته مصدقا حالو ورمينا يو الذي بين يديه يولي تنزيل إلى الدكتو أم القرى عاصمة الدونكا يومن حولها ويحرره هذا لنا الدكتور أم القرى ومكة ويان أم القرى مكة ويان مركة ومن حول الدونكا ودن بحرره برتن كالدونكا كتال لا بالي أم القرى ووحل الله قد دورت رسالة وقد دن بيسا ووحل الله قد دورت ودونكا يقصي من تاي مركة الدونكا ملكة استوى الله تقول ترجمان عربي اللواي الماي واحد ترجمان لكن هذا يبالكو أولي لهي meelaha baasha adey u yaa gaarsiin laha yaa kasoo gaarsiin laha wal marka adduunko dhana umul qura oo xulaha nabiga risaaladiisu aan bay ahay makkah iyo wixii hareereeda adduunko dhan ba hareereeyisa awl allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala wa hadha kana kitabun kitab wa anzalnahu anda jinni kitabkaasoo mubaarakun khayr badan faa'ida badan musaddiqul ladhi kiru meeyhiisa ah bayna yadayhi ki gurumayn bayni dehortiisa ah يولي تنذير إن أدكت أم القرى القرآن كو أدكت أم القرى مكة المكرمة ومن حولها وحاري ريه دولن أدكت أول بركة كتابك خير كيسا دي لما شيكرو آخرية أدنبا وكوف لن يهي والغو نغمي ونولش أدنكا لغو دبقي والله با لغو عابدي وإنت لغو ورجي الأجل لغهلي ميل خير كيسا لما بكو بكربا الله حليه والذين كوة يؤمنون رميا بالآخرة آخرة رمينا يعني يؤمنون ورمينا به كتاب رمينا قف آخرة رميسان كتاب القرآن كما بدي ذكره محايا لي واحد نبعه الصحة يوشيغ يا أرنا مركو قفك آخرة رميسان يهي كتاب كانين رميا ميمالك الأمر مالي كتاب كانوا قرنق من كلامتنا قف آخرة رميسان وحكوب البادي لها كتاب القرآن كوكيه لي مركو قف آخرة رميا كتاب رمينا أقول والذين كوا يؤمنون رميا بالآخرة آخرة رمينا يؤمنون ويرمين ايام به بالكتاب ويرمين ايام وهم يبون على صلاتهم صلاة دودة يحافظون ويحفظين ايام بأل الله سبحانه وتعالى صلاة دودة ويحفظين ايام مرد آخر رمي ييهي وقرآن كريم كأكبر ميو صلاة دودة وحفظين ايام صلاة دودة حوي عبادة بدنك وحقوه الرئيويا بعد التوحيد بعد الشهادتين وحوي وعمل كريه اللد لشنكر وقفك انه مسلمها على التظاهر كار waa yaqfka hadduu soomanyahay soonka aad doorkimaay
أعمال فربنا إذا كذا وحلاقي أو ملا قارئ إنه كبحين قفكم مركون سلادة تكنيني ملا قرن كروح وياي سلادة إنه سماليد آد بي سلادة وحرمت وحينا هبل متو كذا مرك آد لا أدينا هبل متو كذا لينا أما هبل وتو كذا مرك الله أمانه مرك سلادة قفتو كذا لا عادي كلا نقول الله إيمان وهو قالون لا عادي كلا مرهدو سلاد حافظ ياي وهم يبون على صلاتهم سلادة ذي يحافظون إلى علينا ومن أظلم ومن أحد كيف أظلم كذل ببناء أحد نكما ظلم ببناء ممن أحد افترى قبان أبورت على الله ألا كذبا بين أو قال يدي أوحي إلي يوان لو وحيودي ولم يوحى إليه شيء شيء ألا وحيون ومن أحد قال يدي سأنزل وحن سودج مثل ما شيء سودج مثل ما شيء أوكلا أنزل الله ألا سودج يقول الله سبحانه وتعالى وحوي آيات وحي تلمامي سي ننك اللي يداه مسيلمة الكذاب الحنفي يننك اللي يداه أسود العنسي اليمني لبدانين يقبل سجاحي أهيد ومسيلمة حاسكيس أهيد ين اللي يداه عبد الله بن سعد بن الصرح ونبي القرآن مروها ضد كاسا لشيري نبي وهابين بو الساحة يوم وان منامين ولي وحبان أركي بولي مركا وحان أركي بولي وح يعني لبن wax sidii wax yaani isdul fulfulay noocaas oo kala marka waan garan waayo waan afuufay buu wuxuu duulay buu waxaan ku awilay buu labada shaydaaneen u dhaxeeyo waxa weeye musaylimatul kallab ya aswad al-ansi walaw dii nabii nimada sheegatay abdullah ibn sarhina wuxuu ahaa nimu wuxuu ahaa fee quraysheedho nabigu waxay ka qori jiray walqad khalaqna al-insana min sulalatin min din suratu المؤمنون مركي النبي يقول آد لوغا شيكي يددك إيا أبور كيسي مرحاليه يو ليابا إساقان قره يو ليابا مركي سوحي تبارك الله أحسن الخالق قيم بوي عبد الله بن سرح باي واسدا لفت هذا يقر بوي مركي سوحي بوده يو مدك لي وحيابا وكوشقي سنتيري باكرو مركو عليما حكيما النبي يقول أشياء يسميعا بصيرا إيو غفورا رحيما إيو كقري شيري مركي النبي يقول أسمادوا أسكوا ضمد بوي ila wasax ila wasku wada mid asmaadu wasku mid laakin tii waxyiga ahayd waa midna marka suu boodo yiriiday hadii nabi maxamed kun sheegayo amba waa lii waxyood hadii uu been sheegayna anagu wuxuu sheegay inba sheegay waa ka gaalada raacay markii dambe markii ma kala qabsaday waa ka yimide waa saddex nin baa la yiri hal la dilo ibnu khadal ninka la yiraa iyo abdullahi gaas kaacada iyo nin kale dubaaba macna saas magac saas u lahaa hal la dilaalay مرك عبد الله بن سرح عثمان بن عفان بن ناس النووي مرك عثمان بن عفان بن صوهوس قالي لودي كلوال لدلي عثمان بن عفان بن ماشي النبي يا كاني مكان نبيك يا رسول الله كاقبل بيديني كتو نبيك وكا مسلم مرك عباد بكا مسلم مرك واحد دقائق واي يو اقبلي مرك النبي عليه الصلاه والسلام مرك مرك دقائق عثمان بوري نين مدح كغوي ميسك ويدين وحانو امسنا ان دشان من بعيد غير سر محمد أبو إشاري وين وحول النبي خائنة لعي النبي ملل وين مركان ليك مرك سائر إسلام النبي مجلس مركان دموي وين أحسن أتى وفتوحات بدن بقطع بجلي بال على كل حال وحوي قفك الله كبان أبو رتي والنبي بان هيري ولي وحي يودي يري قفك الدم ببدن ما تشره وواح له وحي يوني الشاعر أول حي الله سود جي وكلا سود جينا قفك يري يا كبان بدن وحوي أنت النبي الله محمد كدم بشيء في الوقت الحاضر بدنا بالمشهد هاي walla sheegay anuu hadda waxaan xusuusnahay baran qoxooti joognay nin baan nabi nima sheegtay wuxuu yiri masjid bu iska taago nabi baan ahay nidi marka waan nasaxay ma dhihin diintii hore ila dad badan baa iraacsan buu nuu wadaadaaho wadaadaha qaar kood la culaha way ku qasnay ninki waxba lama hadlin nabi baan ahay yiri magaalada dad iska taagay waxba lama hadlin marka walla sheegay dad fara badan oo nabi nima sheegtay hadda dalka Uganda kale idaacadahan ka maqlayeen gabadh baan nabi nima sheegatay Uganda oo kale nabi nima sheegatay ninna ilaahni muuba sheegtay dalka Uganda marka yaani waa wax la iska sheegan karo way marka qofka jinba uu imanay jinba marka wuxuu sheegi qaayda marka nabi wuxuu soo aaminayaa inuu wax sheegayay waman had kee baa dalmo kadr min badan miman had istara kubbeen abu sallallahu kadiban oo nabi nima sheegtay oo qaalay yiri wuxii ilay waa loo waxyoonay walam yuha ilayhi sheegu sheena looma waxyoonin ومن قال قفك يريا كظلم بدن سأنزل سأنزل وحسود الجن مثل ما شيء وكلا أنزل الله وقال يسود الجن الإمام القرطبي كتاب تفسير كيسون ميل كفيرين عليه وحلو حالا مدى كوا تدك قلبك وضع كإشارية تدفر بدن واحد جنة سيدة إن أقنها قلبك كإشارية ووحي قلبك وضع وحي يودي روان ككافتو من شرعي وان ككافتو موحا وضعك وضع شرعي وقلبك
oo sharci ka dhigtay dad fara badan oo noocaas walaal sheekha waqtigiisina way joogen al-imam qurdubi al-sari waqtigiisi way joogen waxa weeye dadka noocaasina kuwa aan bay lamidin wado wayna jiraan dad qalbigooda looga xiyado qalbigooda intu saafi noqdo say iyagu sheeganayaan wixii qalbigooda ku soo dhaco markaa xaq buu noqonayaa say iyagu wataan aan walaw tara haddad arki lahayd buu Allah subhanahu wa ta'ala nabiyilah muhammad iyo qof kastaba إذ وقت الظالمون الظالمون في غمرات الموت لما شدا أما موت كالسكرات في الشدائد بيسايكو جنا غمرات والشدائد والحال الملائكة ملائكة باسدوا أيديهم كعمه هذا أي كتاقين أي قراعيان يضربون وجوههم وأدبارهم أي قراعيان أما كعمه هذا أي كتاقين أي صدعوا هيان أي ليهن أنبياء ملائكة ليهن أخرجوا صوصار أنفسكم نفتين قفكم ممن كا نفتي سمرتي لنا نفيا يدير كي وناكسن جسدك وناسك كتا الله أرهالك أصابح قفك مومك سكراتك وحنومك سوي اللوبي بشارة داسي نفتي سدربة ويبحيسة كان كلمرك ليلة أيها النفس الخبيث في الجسد الخبيث كتا إلى رب غضبان أصابح يكالديد النفسي إلا وحي ووحترا مركاتا دباته مركا والله قراعي قراع والله قراعي صو سارة نفتينا مركا ما ساري كنان صو سارة وحلو ليه كتا خلوص النفتينا إذن كان نفتينا كالبحة بلوشينا marka waqtiga aad dadarki lahayd la raayta amran ajeebow wa bishaaro marku qofku dhimanayaa waxaas uu imanayaa walaw tara hada dadarki lahayd id waqti aad zalimuna zalimuntu fi ghamaratil maut maut ka shadaa'idi fi shiddati fi libki sa ay ku jiraan wal malaa'ikatu malaa'ikatu basidu aydihim gacmahooda ay ku fidiyeen iyagoo le malaa'ikatu akhriju saara anfusakum naftina saara halaa gu soo saara al yawma maanta tujzauna la idin abal marin عذاب الهون دلق عذاب فيسة بسبب ما شيء سببت كنتم هذا هيدين تقولون كويل هذا على الله ألا دشيس غير الحق حق غيرك الله أدخل بين أبو رنك التنوان قولكم من نصبيه اسم مفرد مالك غير الحق قولك أن نكون نصبينين اسم مفرد كي هدوم معنى كلمة معنى كلامي هايو جملة لمعنيها ونصبين يا رب وهي أد الله كل الشيء كيرتين بام مانت اللي ذكاب المرينين والنبي بانا هايين waxaan sharci baan samaystay iyo bidcanimadii iyo waxaan sharciyno diin ka dhigateen iyo wuxuu dhabaal idin ka bal marin wayn maalinta markay jawaabti way go'antahay walaw tara la raayta amran ajiban tujz al yawma maanta tujzawna wala idin ka bal marin cadaab al huni dulliga cadaabkiisi bisababi ma shay sababti kuntum adahaydeen taquluna kuwa ku dulliidaa qayra al haqqi haqqayki allah ala allah alla dushis wa kuntum muhadahaydeen tastakbiruna kuwa ka kibra عن آياته ألا يديسي إن أدخلنا قرطان وتخميتها وككبر جيفتين ومرك اللي دي لها دو ورآيادها الرمية جيس جيس بادو قبل حتفتين كنتم محاضة هيدين تستقبلون كوة ككبر عن آياته ألا يديسي الرمينتون ولغد جئتمونا وأدنوت ما دين مانتا وقياما دي أقارو فلادا حالات كلي كليتهم كما خلقناكم سان إدين أبو رجلكو كلي كليا أولا مرة مرتي وهو الرئيسي وطلتين وتركتم واتكت ما دين ما خولناكم وحان يدين كل نعمة نوع إذن سيني وراء ظهوركم حق جدا ما تكذلت ما دين مالي وحوي مالي انت فراد دا ما تكذلت إذن كون عرور يمان يوح انتيا منا أودن يوح صاحبة منا أودن با تمادين عمل كين نمو إيان سيدي مركا دلتين با أدو قاوان إيدين مركا وحوي ذاتكو إيوغو ودا قاوان وحبنه حتى لقبقو يأيكو يالان تنيه يحدي كتالو وبلقتي كتالو يدتكو يالسو صاري aysa wa taylaada wa sawata way ooyday way barartay oo dadku rag iyo dumar ku yey is arkayaan marka suuda qof walba kulli mar'in yawma idin shaanu yaqni wax dhowri kar maalinta man qof walba isaga isku mashquulo meesha ila caba dhowri karo waxa is leeyahay xajko kale waxa sida uu baa ka jira umaleen ma haya xajka qof wax dhowraya in jiro waxan ka horba xamooyaan qof dhowri suuf gaar u la qasti inuu jira ilaaba aha waxa weeye qof waliba hortiisan buu wardo wuxuu wax isaga u gaar ah wataa marka maalinta la kulli mariin yawma idishaanu yuqnin walagadiitu munawar nooti maadeen maanta waa qiyaamadi furaada xaalad kali kali tihiin kama khalaqnaakum saan idin abuuray idinkoo kali kali ah awala marati marra waqtigi ugu horeeyay wataragtum waad ka timaadeen ma khawalnaakum waxaan idin siinoon idin ku nicmeynay walaa dhuhurikum dhabarka gadaashiisaad ka timaad xagga damaad kaga timaadeen وما نرى معك من أرقنوا ألين شفعاءكم شفع قاد ياشيني الذين شفع قاد ياشي زعمتم أتشيقي جفتين أنكم إذنكو أنهم إيهو شركاو إلي شريكيهين فيكم إذنكو إذن لليهين وألا إلي إيهو إذن لليهين وألا شريك ليهين فيكم في عبادتكم
عبادتي إني الله شريك كليهن أشيقي تتونه وإنه شفاء عقادي ديه تتين واحد الله سعوده ما لهيه واحد الله سعوده ما كنا أول حقيه وكأت مالتها وحوية ويبك اللي قالوا بيبا مدبن بيتك تلع يؤيد الدوشة كتارة أضعي لها يا أضعي لها شايدان كون مكاسو خطبتي ودن بيسابو أخري ما أنا بمسرخك ما أنتم بمسرخي واح كلمة يسولة هاي شاقني نولي فلاها كقال أنا قيد من الله مني إذن كان يسكن الله مني وما نرى ما أرق نبوي الله معكم معين شفعاءكم شفيع عقاد ياشي الذين شفيع عقاد ياشي زعمتم أتشيقي جثين أنهم إيقوا فيكم إذن كوداء دين شركاء إلي شريك ليهين الله وإذن ليهين لقد تقطع بينكم حليف في نحدي ناو كرد بين ذن بمعنى وصل وي هذه اللي دون مضاف بالسوق داري لقد تقطع ما بينكم حديد في لحدنا هو كار أما لقطع ضع بينكم حديد في لحدنا الوصل بينكم واكل قال إذن كي يوحي عاد عارض كتير وشفاء هذا كدل بكتير واتكل قادين ولقد تقطع وحاقاي بينكم وصل يني حديد كي نبى كلا قاي وظل وحاق كلم عنكم حق إنه ويدين وما لي قليل واي ما كوي أما شيء كنتم هذا تدعونك وشيء أنهم شفعاء إن إذن شفاء قاديان أشيء كتير ويكب حين مشى ركبت ما أنت قف ولا عمل كذا قاهي سيد سلا كتلة قلوا يا معنيه والله سبحانه وتعالى.